والمرسلين وصفوة خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة، لا زلنا نتحدث عن سنن الوضوء. ذكرنا أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ومسح ربع الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه الفرائض من لم يأتي بها أو بشيء منها فلا يصح وضوءه. وأما السنن فذكرنا بعضها: غسل اليدين إلى الرسغين، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذنين، وتخليل اللحية والأصابع، وتكرار الغسل إلى ثلاث مرات. قال المصنف رحمه الله: ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة. يستحب هنا بمعنى يسن. من توضأ ولم ينوي فوضوءه صحيح ولكن فيه نقص لترك السنة. يعني مثلا إنسان اغتسل يوم الجمعة، اغتسل ولم ينوي الطهارة وجاء إلى الجمعة وصلى، ما حكم صلاته؟ صحيحة. عند أبي حنيفة رضي الله عنه صلاته صحيحة، ولكنه مسيء لتركه سنة متأكدة من سنن الوضوء، ألا وهي النية. أي نعم. وكذلك عند غير أبي حنيفة لا تصح طهارته، فلذلك لابد أن يحرص الإنسان على الاجتناب، اجتناب الخلاف. يعني دائماً المسلم يكون حريصاً على أن يكون وضوءه، غسله، صلاته، صيامه، حجه صحيحاً على كل المذاهب. نعم، إلا للمضطر، لو اضطر إنسان نعم نفتيه بهذا القول. لكن عندنا، عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، النية قبل الوضوء وقبل الغسل سنة متأكدة. نعم. قال: ويستوعب رأسه بالمسح. إذن عندنا أمران هنا: عندنا فرض الوضوء مسح ربع الرأس، مقدار الناصية قدروها بربع الرأس، هذا فرض. لو مسح دون ذلك لا يجزئ وضوءه عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. عند الشافعي نعم يجزئ، أقل شيء يسمى مسحا ولو بعض شعره، لكن عند أبي حنيفة ربع. الآن استيعاب الرأس بالمسح، يعني أن يأخذ الماء بيديه ثم يمسح رأسه هكذا، يدبر إلى قافية رأسه ثم يقبل، هذا سنة ينبغي أن يحرص عليها المرء. ولو كان يلبس العمامة مثلاً أو القلنسوة طاقية، أو المرأة تلبس المنديل، تمسح ربع الرأس ثم يكمل على العمامة أو على ساتر الرأس. ويرتب الوضوء ترتيب أن يبدأ أولاً بماذا؟ بغسل اليدين، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق، ثم غسل الرأس، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم المسح، ثم غسل الرجلين. هذا من السنن. لو أنه ترك هذه السنة، يعني توضأ بدون ترتيب، مثلاً إنسان توضأ بعدما غسل رجليه تذكر أنه لم يغسل يديه، ماذا عليه أن يفعل؟ لو رجع وغسل يديه أجزأه ذلك، لا يشترط الترتيب، ترتيب سنة مؤكدة. لكنه مسيء لترك السنة. يعني لما نقول سنة مش معناته أنه تركوها، نقول وضوءك صحيح لكن فيه نقص، فيه نقص. نعم. يعني لو إنسان لابس ثوب وإيده مقطوعة، إيد الثوب، هو ساتر العورة ولا مش ساتر؟ ساتر، لكن هل أخذ زينة؟ لا. هكذا من أتى بالفرائض فقد صح وضوءه، لكن لو ترك السنن فوضوءه يكون فيه نقص ويجزئ، مع النقص يجزئ وضوءه. قال: فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره، يبدأ يعني بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. وبالميامن، الميامن يكون في اليد، في غسل اليدين إلى الرسغين لا تيمم، يغسلهما معا،
في مسح الأذنين لا تيامن، أما في غسل اليدين والرجلين التيامن مشروع مستحب يعني. قال: والمعاني الناقضة للوضوء. انتهينا الآن من أركان الوضوء ومن سنن الوضوء، الآن نأتي إلى نواقض الوضوء، ما الذي يوجب الوضوء، ما الذي ينقض الوضوء. أولاً: كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، كل شيء يخرج منهما فهو ناقض للوضوء. نعم. والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير. نعم. عند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا خرج الدم من جسد الإنسان، الدم نجس بالإجماع، فالخارج النجس ينقض الوضوء، أي خارج نجس من جسم الإنسان ينقض الوضوء، البول والغائط قولاً واحداً، الدم، الصديد، القيح كذلك. طبعاً الإمام الشافعي لا يحكم بنقض الوضوء بخروج الدم. نعم. سبحان الله، معرفة المذاهب تبين لك أن الدين فيه سعة، وكل واحد له أدلة من الكتاب والسنة. لا يوجد إنسان من الأئمة الأربعة لا يوجد واحد منهم لا دليل له، كما سيأتي معنا مزيد يعني من التفصيل. قال: والقيء إذا ملأ الفم، إذا خرج قليل من القيء لا ينقض الوضوء، لكن إذا خرج كثير من القيء هذا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة. والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط عنه. النوم ليس ناقضا للوضوء بنفسه، والدليل أن الإنسان إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض لا ينقض الوضوء، ولو غط في نومه، لو غط لو قعد ساعة وسمع له شخير لا ينقض ما دام ممكنا مقعدته من الأرض. كيف ممكن مقعدته؟ هذه الجلسة تربع، المقعدة تكون متمكنة من الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال: العينان وكاء السه، السه حلقة الدبر، الوكاء هو الرباط، فالعينان رباط على ذلك الموضع، فإذا نام الإنسان انحل الرباط، فيغلب على الإنسان إذا ارتخت مفاصله أن يخرج منه الريح، فإذا نام على هيئة غير متمكن فيلزمه أن يتوضأ، لكن إذا أراد الصلاة. لكن لو نام متمكنا، قلنا هذه الجلسة التربع متمكن، هذه الجلسة على الكرسي متمكن، أي هيئة من هيئات الصلاة إذا نام عليها فهو ممكن مقعدته. لو نام وهو قائم، سؤال: لو أنه نام نوما عميقا وهو قائم هل يبقى قائما؟ لا، فما دام أنه قائم ولو أغفى هكذا لا ينتقض وضوءه، لأنه يكون في شيء من التماسك، أليس كذلك؟ لم ترتخي المفاصل. لو نام وهو راكع أغفى إغفاء هل ينتقض وضوءه؟ لا. لو نام وهو ساجد؟ لا. لو نام وهو جالس جلسة التشهد كذلك لا ينتقض وضوءه. أي هيئة من هيئات الصلاة نام عليها. في ناس بصير، قبل يومين جاني واحد قال: والله وأنا جالس في التشهد نمت. وفي ناس ما شاء الله بيقوموا الليل عندنا في المسجد هون من 2:30 أحياناً ينام وهو ساجد، يطول السجود، يدعو لنفسه ولأهل بيته وللمجاهدين في سبيل الله وللأمة بالهداية وهدوء البال ورد كيد الأعداء، فسبحان الله ينام، ففي هذا لا ينتقض وضوء. لكن لو نام مضطجعاً أو على هيئة غير متمكن تكون عليه أن يتوضأ. الضابط عندنا هذا، هل المقعدة متمكنة أو لا؟ هذا. أما قضية لو أزيل لسقط عنه هذا غير معتمد في المذهب. قال: والغلبة على العقل بالإغماء والجنون. لو واحد عمل عملية جراحية لو أغمي عليه، إذا النوم ينقض الوضوء، فكيف الإغماء من باب أولى أو الجنون؟ نعم. آخر شيء قال: والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود. عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إذا قهقه الإنسان، وهذه من أفراد المذهب الحنفي، يعني عند المذاهب الثلاثة لا توجد، إذا قهقه هناك ابتسامة لا يخرج معها صوت، هناك ضحك يخرج معه صوت يسمعه الضاحك،
هناك قهقهة يسمعها غيره، لو ضحك وخرج منه حرفان بطلت صلاته، لأنه تكلم هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولو قهقه بحيث سمعه غيره عند أبي حنيفة رضي الله عنه تبطل صلاته وينتقض وضوءه، عليه أن يذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، والحمد لله رب العالمين.